بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بقى فول الصحون. هندمس فول. جبت الفول وغسلته ونقعته قبلها بيوم ونضفته كويس ودلقت الميه اللي كنت نقعها فيه وغسلته، وعشان بس وقت الحلقه حطيته في عشان هو بياخد ساعتين على النار على ما يستوي، حطيته في الفواله وحطيت عليه معلقتين فول مدشوش، اللي هو المدشوش ده بس ما نقعتوش، فول مدشوش حصل، وحطيت عليه معلقه كركم، وحطيت عليه ليمونه متقطعه شرايح، دي بتخليه جميل اصلا وتخليه لونه ما يغمقش، وحطيت عليه طماطمايه وراس ثوم بس وخلاص كده، وغطيته لما ما تفتحيش عليه خالص، تسيبيه متغطى عشان ما يسمر. بعد ساعتين حطيت عليه ميه غطت الفوق، بعد ساعتين تفتحي عليه هتلاقيه بقى بالشكل ده جميل. شايفين؟ شايفين الفول استوى جميل ازاي وعامل زي الكهرمان لونه. هجيب بقى معلقه دقيق، زي فول العربيه بالظبط اهو، فول العربيه، وهقلبها في شويه ميه، دي هتديله بقى قوام جميل. هتجيبي معلقه دقيق تحطيه عليه بعد ما يستوي، ولو لقيت الميه قلت اللي هي فيه تزوديه ميه سخنه مش ميه ساقعه. دي بقى تديله قوام جميل، وطبعا بتقلله لما يغلي، توطي خالص النار عشان يستوي معاكي ويبقى جميل بالشكل ده. شايفين بقى؟ تاخد ساعتين على النار بس. شايفين الفول بقى والقوام بتاعه جميل. تقلبي بقى الدقيق كده اهوت، معلقه الدقيق عشان يلف معاكي. تاكلي بقى احلى فول ونضيف بقى ومعمول في البيت. شايفين بقى القوام بتاعه؟ عايزه تزودي بقى ميه تزودي بس ميه سخنه. شايفين قوام الفوق؟ الله. هنعمل بقى مع بعض كمان الطعميه. الناس بقى اللي بتحب الطعميه السخنه ده بقى تحطيه في التلاجة بس لما يبرد. شايفين بقى الفول جميل ازاي؟ شايفين قوامه؟ اول ما تحطي بقى معلقه الدقيق وتقلبيها في شويه ميه، تدي تقليبه اهيت وتطفي بقى دوبك الدقيق بس يسخن معاكي ويغلي غلوه واحده بس اهي، واحلى فول بقى. الله. شايفين بقى؟ شايفين جماله؟ اهو هذا مش هيعوز جميل. فول يا لوك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض بقى طعمية. عندي بقى مقادير الطعمية، الفول بقى خلص معانا. عندي بقى مقادير الطعمية، انت هتجيبي كرات، حزمة كرات، وتغسليه كرات اللي هو ده، الناس اللي مش عارفة الكرات، كرات وتغسليه وتنضفيه كويس وتنقعيه في خل وليمون وتغسليه كويس وتنضفيه وتقطعيه، وشوية كزبرة، شوية كزبرة خضراء، شوية كزبرة اهو، وهتجيبي راس ثوم وبصلاية.
وشوية كزبرة جافة وشوية فلفل وشوية كمون وشوية ملح، كل حاجة يعني معلقة صغيرة. هتجيب الفول المنشف المدشوش وتغسليه وتنقعيه يوم كامل، تنقعيه ليلة يوم على ما يبقى معاكي طري، وتغسليه وتنضفيه كويس وتنقيه وتشيليه من الحاجة اللي انت نقعتها تحطيه في حاجة تانية، تغسليه وتصفيه من المية، تغسليه كذا مرة، عيدي غسله كذا يوم لما يبقى معايا أبيض وجميل كده ونضيف. نجيب الكبة بقى وهنفرم الفول. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا شوية مية عشان تشتغل مع you
البصل بقى والثوم، حط نص كيلو فول، حط عليه بصلايه كبيره وراس ثوم. بقى الخضار اهو، الخضار والكزبره، ولو مش موجود عند الكرات حط كزبره، ربط الكزبره وخلاص، شويه كزبره. حط بقى من الفول على الخضار والبصل اللي احنا حطيناه. بس صغيرين كده، لازم رايح للخلاط او المرحلة او اي حاجة شوية كده، متفضلش شغالين عليها على طول، اشتغل شوية وبطل شوية عشان تبص من البيت، نحافظ على الأجهزة كده عشان كل حاجة غالية دلوقتي. حطيت الكزبرة والفلفل والملح والكمون، شوفي برضو لو هي عايزة تحطي ملح ملح.
الخضار بال الخضار والبصل والثوم. الله طعمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمية بقى وجمال الطعمية. جربيها بقى في البيت. طبعا في الثلاجة في كيس على قد ما هتعملي كده، كيس على قد ما هتطلعي. ايه ليه؟ هو سخن، هتقليها سخن. شايفين بقى العجينة جميلة ازاي؟ شايفين الطعمية والعجينة بتاعتها واللون بتاعها لون جميل ازاي؟ وهشة جميلة ازاي؟ خليها هو هتقلي بقى على طول، تحطي بقى في كيس في الفريزر، تطلعي تقلي على طول. تحطي بقى تقلي باللي عايزه، تحطي لها بيض، تحطي لها طماطم زي ما بتحبي. ايه الله الله. فول نغرف في الفول والفول وقدرة الفول، مش حاجة في القدرة ايه؟ جميلة. مش حاجة لازقة فيها الفول والطعمية. سبحان الله. شايفين بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. يلا اتفضلوا بقى بالهنا والشفا، اعملوا بقى لايك وشير واشتراك للقناة. طعمية والفول وسهور رمضان. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.